الخيوط اللي هنستخدمها خيط كليم، وانا اخترت النوع اللي فيه نقشة شكله رائع طبعا، متوفر كمان في شركة الفجر نقشات تانية كتير، وطبعا متوفر برضو السادة بجميع الالوان والدرجات، وكل فترة بيجي تشكيل جديد. هستخدم معاه ابرة كروشيه مقاس 6 ملي، بس زي ما وضحت قبل كده خيط الكليم طبيعي انه مش بيبقى ستاندر، يعني ملوش سمك ثابت، فممكن تحتاجي ابرة بمقاس اكبر، مثلا ممكن 7 او 8 او 9 ملي، كل ده بيعتمد على حسب المقاس اللي تشوفيه مناسب لسمك الكليم. عمل النعل بس بشكل مختصر شوية، فلو انت مبتدئة وحسيتي ان الشرح مش واضح كفاية بالنسبة لك، تقدري ترجعي للفيديو اللي قبل ده شرحت فيه طريقة النعل بشكل مفصل اكتر للمبتدئين. لعمل النعل بالمقاس المطلوب هتجيبي اي نعل جاهز عندك، مثلا بتاع شبشب بيت او حاجه، وتبداي ان انت تقيسي طول النعل بالسنتي، او ممكن كمان انت بتقيسي طول القدم للشخص نفسه، بس انا بفضل انت تقيسي على نعل جاهز افضل. فانا بالنسبه لي مقاسي في الاحذيه 38، وقست على نعل جاهز عندي لقيت ان طول النعل حوالي تقريبا من 24 ل 25 سنتي. بعد كده بنبدا بعمل عدد زوجي من السلاسل، والمهم ان هو يكون اقل من الطول المطلوب بحوالي 9 ل 10 سنتي. فانا هنا بدات بعمل 18 سلسله، وهبدا اقيس طول السلسله وصل لحوالي تقريبا 16 سنتي، يعني زي ما قلت لكم اقل من المقاس المطلوب بحوالي 9 سنتي. بالنسبة هنا للون التاني بدأت برضو بعمل 18 سلسلة، بس لو قسناهم هلاقي انه طول السلسلة حوالي تقريبا 17 سنتي، ده عشان زي ما قلت لكم انه سمك الخيط بتاع الكليم مش بيبقى ستاندر، فرغم ان انا بدأت برضو بنفس العدد 18 سلسلة الا انه الطول زاد معايا سنتي نتيجة لان السمك ازيد شوية من اللي هو باللون الاخضر. انا ممكن انه انقص عدد السلاسل واخليه 16، لان زي ما قلت لكم لازم يبقى عدد زوجي، بس انا ما عنديش مشكلة انه السليبر يطلع اكبر شوية من مقاسي مثلا بدرجة او درجتين، لانه انا بحب شبشب البيت يبقى كومفي ومريح شوية، فما عنديش مشكلة فحسيبه على نفس الطول حتى لو طلع معايا المقاس اكبر شوية. بعد ما بنشتغل العدد المطلوب من السلاسل بنزود عليهم في الاخر بس سلسلة واحدة للارتفاع، وطبعا ملاش اي علاقة بعدد السلاسل دي، بس مجرد سلسلة الارتفاع وبداية الشغل. هبدأ في السلسلة التانية من بعد الابرة واشتغل حشو، وهكمل لنهاية السطر بحيث في الاخر يبقى عندي 18 حشو. خلصت 18 غرزة حشو، ودي هنا الغرزة الأخيرة رقم 18، وهبدأ هنا بقى في نهاية السطر أشتغل تزايد. ممكن أشتغل غرزتين حشو داخل برضو الغرزة الأخيرة، أو ممكن إنه أشتغلها هنا في عقدة البداية عشان أقلل شوية من الفراغ، لأنه طبعا لو اشتغلت في نفس الغرزة الفراغ هيزيد، فببدأ إن أنا أوسع كده عقدة البداية شوية، وهنا في الفراغ بتاع العقدة ببدأ أشتغل تزايد غرزتين حشو داخل نفس الفراغ كده، 1 و2، هعلم برضو التزايد عشان يبقى واضح قدامكم. هنا بعد الغرزة رقم 18 بعدها غرزتين التزايد، هبدأ طبعا اسحب الخيط عشان اثبت تاني عقدة البداية، وانقل على الجهة المقابلة واشتغل برضو في الجهة المقابلة 18 حشو، ودي اول معايا خيط البداية، وهبدأ 1 2 واكمل 18 حشو في الجهة المقابلة لحد ما اوصل لنهاية السطر. قربت على نهاية السطر، دي الغرزة رقم 17 وهنا الغرزة رقم 18 والأخيرة بالنسبة لعدد السلاسل اللي بدأت بيه. وطبعا زي ما اشتغلت هنا تزايد لازم انهي برضو الراوند بتزايد، فده هيبقى الجزء الامامي من النعل، وده هنا الجزء الخلفي اللي هو منطقة الكعب، فدي هنا اول غرزة بدأت بيها، طبعا برضو ممكن نعلمها لو انت هتتلخبطي، فممكن ان انا اشتغل هنا في الغرزة الاخيرة، وممكن ان انا اشتغل التزايد هنا في اللي هو ارتفاع السلسلة، فدي هنا بعد الغرزة الاخيرة رقم 18، حاول ان انا مثلا امر من الفراغ الموجود هنا واشتغل التزايد الاخير 1 و2، برضو هعلمه عشان يبقى واضح قدامكم، ده هنا بداية التزايد اللي هو في الجهة المقابلة، وكده خلاص الراوند
خلص عندي وبقى بالشكل ده كده. ده كده راوند رقم واحد. على طول في راوند رقم اتنين مش هنقفل بمنزلقة ولا حاجة، على طول هنشتغل في حلقات متصلة من غير ما نقفل بمنزلقة. على طول على اول حشو في بداية الراوند، اول حشو من التمنتاشر، وهنفضل نشتغل عادي خالص في كل غرزة من التمنتاشر او على حسب العدد اللي انت بدأت بيه، سواء بقى 16 20 ايا كان العدد، هنفضل نشتغل في عدد الغرز الموجود عندنا لحد ما نوصل للغرزة اللي هي فيها التزايد. غرزة الحشو رقم 18 اللي هي قبل غرزتين التزايد، ومهم جدا جدا نهتم بالعدد عشان ما يحصلش اي اخطاء في الشغل. وزي ما قلت لكم ممكن انتي تعلمي اول غرزه في بدايه الراوند لو انتي هتتلخبطي. كمان برضو عايزه اوضح، طبيعي الشغل يبقى معوج كده، ده طبيعي في خيط الكليم، كل ده هيتظبط في الاخر. اهم حاجه برضو ان انتي ما تضايقيش ايديكي قوي في الشغل وتدي المساحه للغرزه وانتي بتشتغلي. فانا هنا هبدا في التزايد، والغرزتين دول هخليهم اربعه، فكل غرزه منهم برضو هشتغل فيها تزايد. كده غرزة رقم واحد واثنين، واللي بعدها هشتغل تزايد التاني هيبقى تلاتة واربعة. انا كده خلاص خلصت التزايد، الاتنين بقوا اربعة. هبدأ انقل بقى ثابت معايا هنا في الجهة المقابلة اللي هما التمنتاشر، وفي كل غرزة منهم حشو. وطبعا برضو بعد واحد اتنين لحد ما اوصل لنهاية الراوند للغرزة رقم 18، وبعدها ابدأ التزايد. الغرزة رقم 18 زي ما احنا ملاحظين كده، ال 18 هنا وال 18 في الجهة المقابلة ثابتين معانا، التزايد بس بيبقى في الجهة الأولى والجهة المقابلة اللي هي غرز التزايد بس. فهنا هكرر نفس الخطوات، وغرزتين الحشو هخليهم أربعة. بعد التزايد أنا كده خلاص راوند رقم اتنين خلص عندي وبقى بالشكل ده كده. هبدأ بقى على طول في راوند رقم 3 والاخير. الخطوات سهلة جدا جدا، هم كلهم بالظبط 3 راوند. الاخير بقى هنبدأ نقسم العدد الاساسي اللي احنا بدأنا بيه لنصين متساويين. فانا هنا اساسي عندي 18 غرزة اللي هم اساسا ال 18 سلسلة اللي بدأت بيهم، فهقسمهم ليه 9 و9، 9 للجزء الخلفي و9 للجزء الامامي. انت برضو هتقسمي نصين متساويين ايا كان العدد اللي انت بدأت بيه، وهتطبقي بالظبط نفس الخطوات اللي شفتيها في الاثنين راوند اللي قبل كده وراوند رقم 3 اللي هنشوفه دلوقتي. هبدأ هنا في اول 9 اللي هم نص ال 18 بداية الراوند عندي. في كل غرزة هشتغل غرزة حشو واحدة عادي خالص، واحد اتنين، وهكمل بغرزة الحشو لحد الغرزة رقم 9. وعايزة اوضح، لو انت بتعملي السليبر ده لمقاس رجالي وعاوزة تعرضي شوية المنطقة دي، هتبقى منطقة الكعب بتاع القدم، فممكن انت تشتغلي نفس الخطوات دي بدل بغرزة الحشو تبقى بغرزة النص عمود، عشان بس تدي مساحة اعرض شوية لمنطقة الكعب لو انت بتعملي لمقاس رجالي، او حتى لو انت حابة تعرضي اكتر في المنطقة دي. غرزة رقم 9، غرزة الحشو رقم 9 من الجزء الخلفي، وهبدأ بقى انقل دلوقتي على التسعة للجزء الامامي، وهيبقى بغرزة العمود بلفة. بس مش هنقل على طول على العمود بلفة، لا، هنا في اول غرزتين بس هشتغلهم بغرزة النص عمود عشان ندي كده اتساع تدريجي للجزء الامامي، ما ننقلش كده على طول ان نخلي الجزء ده عريض. ممكن انت تعملي كده على طول مفيش مشكلة، بس انا حابة انه يعني ندرج كده الموضوع وناخد بس اول غرزتين هيبقوا نص عمود، وبرده الخطوات دي هتطبقيها في اي مقاس بتعمليه. فدي الغرزة رقم واحد من التسع غرز للجزء الامامي هشتغلها نص عمود، والغرزة رقم اتنين نص عمود، وهبدأ بقى من تلاتة عمود بلفة كده، تلاتة واربعة خمسة. فضل عندي الغرزة الاخيرة اللي هي غرزة رقم 9 اللي هي قبل التزايد، فهنا في الغرزة دي هبدأ اشتغل تزايد برضو نفس الخطوات دي ثابتة لأي مقاس بتعمليه. مثلا انت عندك العدد الغرز 7، فهتيجي عند 6 وفي 7 هتشتغلي تزايد. اوكي، فهمنا الفكرة. فناخد الغرزة الأخيرة من نص العدد وبنشتغل فيها تزايد اللي هي بتبقى قبل العلامة. هبدأ بقى هنا اشتغلت غرزتين عمود، والأربعة دول هيبقوا 8، وكمان الغرزة اللي بعدهم هنشتغل فيها زي ما اشتغلنا هنا بالظبط، فهيبقى اجمالي التزايد 12. فكده واحد اتنين، اروح على اللي بعدها 3 و4، اللي بعدها هتبقى
خمسة وستة، اللي بعدها سبعة وتمانية، اللي بعدها تسعة وعشرة، والغرزة رقم 11 و12 هتبقى اللي هي الغرزة اللي كانت قبل التزايد، اللي هي الغرزة رقم واحد من التسعة اللي هي الجزء الأمامي. فاحنا هنا خدنا الغرزة رقم 9 اشتغلنا فيها التزايد، فهنا برضو في الجهة المقابلة هناخد الغرزة الأولى من التسعة عشان تبقى الجهتين طبعا قد بعض بالظبط. وزي ما قلت لكم عشان تسهلوا على نفسكم عدوا التزايد لحد ما يوصل ل12. كده عندي 11 و12، هبدأ بقى أنقل على بقية الغرز دي. هنا الغرزة رقم واحد من التسعة خلاص اشتغلنا فيها التزايد، فهبدأ أنقل على الغرزة رقم 2، غرزة واحدة، بعدها 3، وطبعا الغرزة رقم 8 و9 هتبقى بغرزة النص عمود زي ما هنا خدنا غرزتين نص عمود. فهنا برضو الغرزة رقم 8 نص عمود وكمان 9 عشان يبقى الجهتين زي المراية قصاد بعض بالظبط. هبدأ بقى أنقل هنا على غرز الحشو وهشتغل هنا في الجزء الخلفي، هكمل بغرزة الحشو. الغرزة رقم 8، فزي ما عملت هنا في الجزء الأمامي اللي هي الغرزة اللي قبل الغرزة التزايد اللي فيها العلامة، هبدأ أشتغل فيها تزايد. وعايزة أوضح طبيعي إنه الأخطاء دي ساعات بتحصل في خيط الكليم، يعني بتبقى نسبتها بسيطة بس طبيعي إن هي بتظهر معانا، فنحاول إنه نخليها تبقى في الظهر بتاع الشغل. أنا تعمدت إن أنا أوريكم الجزء ده عشان تعرفوا عادي اي نوع خيط كليم بيحصل فيه الاخطاء دي. طبعا هي بتبقى بواقي قماش فوارد جدا يحصل حاجات زي كده، فبنحاول بس ان احنا نخليها في منطقة الظهر للشغل. هنا بدأت في التزايد في الغرزة رقم 9 وهبدأ انقل على الاربعة تزايد للحشو وكمان الغرزة اللي هي رقم واحد من التسعة بحيث يكتمل عندي الاتناشر. فهنا هيبقى 2 4 6 8 10 12 زي ما اشتغلنا هنا، بس هيبقى بغرزة الحشو. خلصت راوند رقم 3 والاخير، هبدأ أقص الخيط وانهي الشغل. هي طبعا الشغل بالطريقة اللي اتعلمناها انه مش بنقفل بمنزلقة، لا هنا خلاص بعد ما اشتغل الغرزة الاخيرة ببدأ اسحب الابرة وانهي الشغل وبفوت الغرزة الاخيرة اللي هي كان مفروض اقفل فيها بمنزلقة، بروح على الغرزة التانية اللي بعدها بمر من ظهر الشغل اسفل الحلقتين واسحب الخيط، وبعدين ارجع تاني للغرزة اللي انا نهيت عندها الشغل من الحلقة الخلفية بمر بالابرة وبسحب الخيط. انا كده نهيت الشغل بشكل متناسق، وبننضف طبعا الخيوط الزيادة بإبرة الكروشيه بتبقى أسهل في خيط الكليم. وبرضو يفضل لو انت معرفتيش بنفس الإبرة ممكن تجيبي إبرة تانية تكون بمقاس أصغر شوية، هتسهل معاكي التنظيف أكتر. ده كده شكل النعل، تعالوا بقى نشوف المقاس وصل لكام. وبرضو ما تهتموش خالص بالتعويجة دي طبيعي. فالطول وصل لحوالي تقريبا 25 سنتي. فشوفوا زي ما قلت لكم لو انتوا عايزين المقاس مظبوط على نفس النعل بالظبط فبتعملوا السلسله اقل ب 9 ل 10 سنتي، فبيطلع معاكم المقاس مظبوط جدا، ممكن بس يزيد معاكم سنتي او حاجه. انا بالنسبه لي المقاس ده معقول. تعالوا بقى نشوف، انا هنا كنت بشتغل برضو في نفس الوقت بشتغل في اللون التاني، وزي ما قلت لكم انا هسيب السلسله زي ما هي مش هغير في المقاس، بس شوفوا الفرق في الحجم. فتعالوا برضو نشوف الطول هنا وصل لكام، يعني وصل تقريبا ممكن ليه يعني 26 سنتي وشويه، فالمقاس ده ممكن يناسب لحد مقاس قدم ممكن لحد 40، بس زي ما قلت لكم انا ما عنديش مشكلة، انا حابة ان هو يبقى اكبر شوية كده من المعتاد لانه اللون عاجبني اصلا، فحابة انه حجم السليبر يبقى اكبر شوية. طبعا ان النعل الواحد بيبقى مكون من طبقتين، فده هنا النعل الاول، هنبدأ انه طبعا هنا ده الوش اللي هو منطقة الظهر هتبقى داخل الشغل، والوش الصحيح هيبقى من الناحيتين. هنوصل القطعتين مع بعض بغرزة المنزلقة. طبعا النعلين متطابقين بالظبط وعدد الغرز متساوي كل حاجه، فهمر من هنا من منطقه الكعب، طبعا مش بنوصل من الجزء الامامي لا طبعا من منطقه الكعب افضل، وبمر اسفل حلقتين حرف الفي وبمر من اسفل حلقتين حرف الفي للغرزه المقابله وبسحب الخيط
طبعا برضو بسيب مسافة كافية وكده. خلاص دي اول غرزة منزلقة فبسيبها، وبروح على الغرزة التانية اللي بعدها، اسفل حلقتين اسفل حلقتين للغرزة المقابلة، واسحب الخيط. برضو حاولي انه ايديكي تبقى معتدلة، ما تضايقيش قوي في الوصل بالمنزلقة، وبرضو ما توسعيش ايديكي قوي. بنمر اسفل حلقتين الغرزة المقابلة، اسحب الخيط واكمل في كل الغرز الموجودة عندي لحد ما اوصل لنهاية الراوند. اخر غرزتين نخلي بالنا، دي هنا الغرزة اللي انا بدأت من عندها وصلت الخيط، ودي الغرزتين اللي قبلها، فبمر داخل اخر غرزتين، هي الغرزة الاخيرة قبل الغرزة اللي وصلت عندها، ودي كده خلاص اول غرزة. فحننهي برضو راوند بالطريقة المعتادة. ده كده شكل السليبر، جميل جدا جدا ومتماسك، مش محتاج ان انت تدعميه ولا اي حاجه. بس برضو لو انت حابه في الاخر انك تضيفي هنا مثلا نعل كاوتش او حاجه، فتقدري ان انت تخيطيه. وانا وضحت برضو الطريقه دي في كروشيه النعل والسليبرز بالخيوط العاديه، وهسيب لكم الفيديوهات في اول تعليق وفي صندوق الوصف، فتقدر ان انت تثبتي النعل الكاوتش عن طريق الخياطه برضو بنفس الطريقه. لعمل وش السليبر هنسيب مسافة كافية حوالي تقريبا من 30 ل 35 سنتي، عشان دي اللي هنستخدمها في التثبيت والخياطة. بعدها هنعمل عقدة البداية، وهبدأ بعمل 13 سلسلة. 1 2، خلصت 13 سلسلة. مش هيفرق عندي العدد زوجي او فردي، لان احنا هنشتغل بغرزة الحشو، فمش هيفرق اي عدد. وطبعا هقول لكم المقاس بالسنتي. ف طول السلسلة 12 سنتيم، المقاس ده هيبقى مناسب جدا جدا للكبار والبالغين عموما فوق سن 10 سنين. وبالنسبة للمقاسات الرجالي، فممكن انت مثلا تزودي كمان 2 سلسلة او حتى مثلا 2 سنتي على حسب سمك الخيط ومقاس الابرة اللي انت بتشتغلي بيه. وبالنسبة للاطفال اللي اقل من 10 سنين فهتنقصي 2 سلسلة. انا هنا عندي 13، هزود عليهم في الاخر خالص سلسلة واحدة بس الارتفاع. نبدأ السطر الاول، سطر عادي خالص بغرزة الحشو، بس يعني يفضل انه نشتغل في البامب اللي هي بتبقى في ظهر السلسلة. فدي هنا السلسلة اللي انا ارتفعت بيها، ودي السلسلة التانية اول سلسلة من 13، فهروح على البامب للسلسلة، ودي هتبقى اول غرزة عندي. 1 2، طبعا غرزة الحشو وظهر السلسلة والحاجات دي كلها احنا شرحناها بالتفصيل في فيديوهات المبتدئين. فهنكمل لنهاية السطر بحيث يبقى عندي 13 حشو. على نهاية السطر نخلي بالنا من السلسلة الأخيرة، دي هنا البامب للسلسلة الأخيرة، وطبعا أساسي بنعد الغرز طول ما احنا بنشتغل. دي هنا الغرزة رقم 13. خلصت السطر الأول، هرتفع بعديها عادي بكمان 2 سطر من غرزة الحشو، فبرتفع بسلسلة واحدة وببدأ السطر التاني. ولما خلص السطر التاني هبدأ في التالت، بحيث الإجمالي يبقى عندي 3 سطور من غرزة الحشو. خلصت 3 سطور من غرزة الحشو، 1 2 3، وهنبدأ دلوقتي في السطر الرابع. وكل الخطوات اللي هنشوفها دلوقتي هنكررها في أي مقاس بنعمله بأيا كان عدد السلاسل، هنكرر بالظبط نفس الخطوات. ده بالنسبة للكبار والبالغين عموما فوق سن 10 سنين، وحتى كمان في المقاسات الرجالي. بالنسبة لمقاسات الأطفال أقل من 10 سنين هقول لكم برضو على التفاصيل أثناء الشرح، بس خلينا الأول نفهم الخطوات. فبعد السطر التالت هنبدأ نرتفع ب2 سلسلة، 1 2، غير طبعا الشغل الناحية التانية. وهنبدأ نشتغل تزايد، بمعنى انه هنشتغل غرزتين في
اول غرزة في بداية السطر وغرزتين في نهاية السطر، بحيث انه ال13 هيبقوا 15 او ايا كان العدد اللي انت هتعمليه هيزيد غرزتين، واول واخر غرزة من التزايد او اول غرزة للتزايد واخر غرزة هيبقوا بالنص عمود. بعد ارتفاع الاتنين سلسلة هروح على اول غرزة وهشتغل تزايد بغرزة النص عمود، واحد، وفي نفس الغرزة اتنين، ماليش دعوة خالص بارتفاع السلاسل زي ما احنا عارفين، دي بس مجرد ارتفاع لبداية السطر اللي هو ارتفاع نص عمود بيبقى اتنين سلسلة. هكمل عادي بقى بغرزة الحشو، هعد برضو الغرز طول ما انا بشتغل، واحد اتنين، هنقل بقى هرجع تاني لغرزة الحشو كده، تلاتة اربعة خمسة، واكمل لحد ما اوصل للغرزة الاخيرة اللي عندي اخر غرزتين. هنا هشتغل الغرزة رقم 13، وهنا في الغرزة الأخيرة زي ما بدأت تزايد نص عمود، الغرزة الأخيرة هيبقى برضو فيها تزايد نص عمود، فهنا هتبقى الغرزة رقم 14 و15، السطر رقم 5. زي ما قلت لكم الاعداد والخطوات دي هتبقى ثابته معانا في اي مقاس او اي عدد سلاسل بنعمله، والسطر رقم 5 هيبقى كله عادي بغرزه الحشو، مش هيبقى فيه اي تزايد خالص، احنا خلاص بعد كده مش هيبقى فيه تزايد والتزايد بس في السطر ده. فال15 غرزه هيفضلوا زي ما هم 15 غرزه، اللي غرزه هيبقوا كلهم حشو، اول واخر غرزه وكل الغرز عندنا هتبقى حشو عادي زي ما بدأنا. الخامس الغرزة رقم 13 والغرزة رقم 14 و15، طبعا برضو بعد الغرز واتأكد انه عدد الغرز عندي صحيح، وزي ما قلت لكم خلاص مش هيبقى فيه تزايد تاني، بس برضو نهتم بعدد الغرز. ده السطر رقم 5. السطر رقم 6 هرتفع ب 2 سلسلة، واحد اتنين، داير الشغل الناحية التانية، و برضو هيبقى سطر من غرزة الحشو ما عدا اول واخر غرزة هشتغلهم بس بغرزة النص عمود، والارتفاع هيبقى 2 سلسلة. فده السطر رقم 6 ارتفاع 2 سلسلة، اول غرزة بس هي اللي هتبقى نص عمود هي واخر غرزة، وبعد كده هنقل تاني على غرزة الحشو، فدي هتبقى 2 3، اكمل بغرزة الحشو لحد ما اوصل للغرزة الاخيرة. نهاية السطر السادس الغرزة رقم 13، بعدها 14 حشو، والغرزة الأخيرة رقم 15 نص عمود. أنا كده خلصت 6 سطور، ولو أنا بعمل السليبر ده للأطفال أقل من 10 سنين فهكتفي ب6 سطور، وهاجي هنا في نهاية السطر السادس أقص الخيط وأنهي الشغل، وطبعا برضو بسيب مسافة حوالي من 30 ل35 سنتي للخياطة. بالنسبة بقى للكبار والبالغين بفضل أكرر السطر رقم 5 و6، وأنا عموما هكتفي بأن أنا أكرر كمان سطرين بحيث الإجمالي هيبقى 8، بس لو أنت عاوزة تعملي الوش كمان أطول من كده ممكن تفضلي تكرري السطر رقم 5 و6. السطر رقم 5 اللي هو كله بيبقى بغرزة الحشو بنرتفع بسلسلة في بداية السطر، والسطر رقم 6 هو برضو بيبقى كله بغرزة الحشو بس بنرتفع ب2 سلسلة في بداية السطر، وبيبقى أول وآخر غرزة بس هما اللي بنص عمود. فهبدأ في تكرار السطر رقم 5 ارتفاع سلسلة واحدة وغرزة حشو في كل الغرز الموجودة عندي. السطر السابع الغرزة رقم 13 والغرزة الأخيرة 15. خلصت السطر السابع اللي هو تكرار للسطر الخامس، هبدأ السطر الثامن اللي هو تكرار للسطر السادس، بنرتفع ب2 سلسلة، واحد اتنين، اول واخر غرزة بس بيبقوا نص عمود وبقية الغرز عادي بتبقى حشو، فدي اول غرزة نص عمود، وبعدين بنقل على غرز الحشو لحد ما اوصل للغرزة الاخيرة 14 والغرزة الاخيرة رقم 15 نص عمود. خلاص انا كده هكتفي ب 8 سطور. بالنسبة للمقاس بالسنتي الطول وصل ل9 سنتي، وإجمالي العرض من هنا من اللي هو الجزء اللي فيه التزايد اللي هو طالع معنا على أوسع، فحوالي تقريبا 17 سنتي. هسيب برضو مسافة حوالي 30 سنتي من الخيط.
قبل ما نبدأ في تثبيت الوش لازم الأول نحدد الغرز عشان الشغل بتاعنا يطلع كله مظبوط ومتناسق. فهنا مثلا من السنتر للجزء الأمامي هبدأ انه أعد هنا 1 2 3 4 5. بالنسبة لمقاسات الأطفال هنعد 4 غرز بس. هنا في الغرزة رقم 6 ده هيبقى بداية الوصلة عندي، فدي هنا الغرزة رقم 5 هعلمها عشان أفصلها عن الغرزة اللي أنا هبدأ أوصل من عندها. فدي كده خلاص الغرزة رقم 5، فعد كده 1 2 3 4 5. وبعدين هنا برضو من الجهة المقابلة ببدأ بقى من الغرزة اللي بعدها 1 2 3 4 5، هعلم الغرزة رقم 5 عشان أنا من 6 اللي بعدها هبدأ أوصل. فكده أنا فصلت 10 غرز بالشكل ده، كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و10. انا عندي الوش بقى 8 سطور، فلازم ان انا اسيب له برضو 8 غرز بحيث ان قصاد كل سطر هوصل بغرزة. طبعا لو انت عاملة 10 او 6 فبتسيبي على قد عدد السطور الموجودة هنا في الوش. فخلاص بقى ملناش دعوة بالغرزة اللي فيها العلامة دي، تبع اللي هو الجزء اللي احنا الغرز اللي سيبناها. هبدأ اعد 8 سطور، فكده 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى انا هوصل لحد هنا وهحط هنا علامة في الغرزة رقم 9 عشان خلاص ابقى عارفة انه هقف عند الغرزة دي وهوصل بس في ال8 غرز الموجودين هنا. هنا بقى في الجهة المقابلة بعد برضو 2 4 6 8، وهنا في 9 بعلم بس الغرزة رقم 9 عشان افصلها واقف عند الغرزة رقم 8. وطبعا نخلي بالنا اللي هو الجزء اللي احنا بدأناه ب13 حشو، ده هيبقى الجزء الامامي، والجزء الاوسع هو اللي هيبقى هنا. فنخلي بالنا ده هنا الجزء الامامي اللي هو الاضيق، والجزء الاوسع بيبقى في الاتجاه ده. هبدأ بقى اثبت الخيط، ومش هثبت الخيط عند اول غرزة من ال8، لا هروح عند الغرزة اللي هي فيها العلامة وحمر من اسفل الحلقتين. طبعا نخلي بالنا احنا هنا بنثبت في اللي هي غرز المنزلقة اللي وصلنا بيها النعلين مع بعض. فهنا الغرزة اللي فيها العلامة حمر اسفل الحلقتين وابدأ اسحب الخيط. انا كده ثبت الخيط، هبدأ بقى اعدل الشغل بالشكل ده كده. و في عندي هنا الاسطر عبارة عن سطر كده يعني مش بارز قوي، والسطر اللي فيه عقدة ده السطر التاني. فهنا السطر الاول، السطر التاني اللي بعديه سطر عادي، ده السطر التالت، السطر اللي فيه عقدة هو السطر الرابع. فهنحاول كده بالتقريب ان احنا ننسق الاسطر بحيث يبقوا على مقاس ال8 غرز. هبدأ بقى اروح عند السطر الاول، حاول ان انا كده امر اسفل الحلقتين، واروح كمان عند اول غرزة من ال8. خلاص بقى هسيب الغرزة اللي فيها العلامة وهبدأ اشتغل على الغرز اللي انا فصلتها دي. اول غرزة من ال8، مريت من اول سطر ومن اول غرزة من ال8، وهبدأ اسحب الخيط. خلي بالنا من الخطوات واتجاه الشغل. بعدين هعدل تاني الشغل، ونفس الغرزة اللي هي الغرزة الاولى من ال8 همر برضو اسفل الحلقتين، نفس الغرزة اللي انا مريت بيها قبل كده همر برضو اسفل الحلقتين واسحب الخيط بس. طبعا مش همر تاني من خلال نفس السطر لان كده كأني ما عملتش حاجة، الخيط هيتفك. فانا بمر بس من نفس الغرزة وبسحب الخيط بس. بكرر بقى كده، انا خلاص وصلت السطر الاول بالغرزة الاولى، ببدأ اروح على السطر التاني و الغرزة التانية، بمر من خلال السطر واسفل حلقتين للغرزة التانية، اسحب الخيط، اخرج بيه من الغرزتين، وارجع تاني نفس الغرزة التانية بمر من خلالها هي بس لوحدها، مش باخد بقى معايا غرزة تانية، لا باخد بس الخيط واخرج بيه. اكرر السطر التالت، حاول انه اوجد كده مكان بالابرة، والغرزة الثالثة اسحب الخيط واخرج بيه من الغرزة والسطر، وبعدين ارجع للغرزة الثالثة
اسحب الخيط بس، السطر الرابع مع الغرزة الرابعة، السطر الثامن والأخير. طبعا أنا هنا يعني ما خدتش بالي وقصيت الخيط قصير شوية، اوكي، ففي الاتجاه ده الخيط قصير شوية، ده تقريبا أقل من 30 سنتي، عشان كده يعني مكفاش معايا. لكن شوفوا هنا في الناحية التانية ده الطول المناسب، فخلي بالكم وانتوا بتقصوا، عشان انا هنا ما خدتش بالي والخيط طلع قصير معايا. هنا خلاص انا خلصت الثمان سطور، وطبعا برضو عشان اثبت شغلي اكتر بروح برضو على الغرزة اللي فيها العلامة عشان اظبط الشغل اكتر، وببدأ انه اسحب الخيط الاول. هنا برضو بنهي الغرزة بانه بمر من نفس الغرزة الثامنة وبسحب الخيط، وبرضو عشان اقفل الشغل اكتر بروح على الغرزة اللي كان فيها العلامة بسحب، وبروح على الغرزة اللي بعدها، ببدأ خلاص انه اداري الخيط الزيادة داخل الشغل. ده هنقل بقى على الاتجاه المقابل واكرر بالظبط نفس الخطوات دي. هنا الغرزة اللي هي فيها العلامة همر برضو من خلالها عشان بس اثبت فيها الخيط، وانقل على السطر الاول والغرزة الاولى من الثمانية، بمر من السطر ومن خلال حلقتين الغرزة واسحب الخيط، ونفس الغرزة اللي انا مريت من خلالها اسحب الخيط بس. السطر الثامن والأخير، مع الغرزة الثامنة، برجع تاني لنفس الغرزة، وهنا دي اللي هي الغرزة اللي فيها العلامة عشان بس أقفل الشغل أكتر، برضو بمر تاني من خلالها، والغرزة اللي بعدها، الشكل النهائي للسليبر برضو هقول لكم المقاسات بالسنتي، طول النعل او الطول النهائي للنعل وصل لحوالي تقريبا 26 سنتي. واثناء وانا بشرح على ده طبعا برضو اشتغلت على اللون التاني، وطبعا بعد ما اخلص الفيديو هكملهم. الاتنين بجد احلى من بعض، شكلهم حلو جدا جدا. وعايزه اقول لكم بقى، انا دي اول مره اعمل سليبر بخيط الكليم، والحمد لله التصميم طلع ناجح جدا، وانتوا هتجربوا بنفسكم لو مشيتوا على نفس الخطوات اللي وضحتها، مفيش فيه اي مجال للخطا. الحاجه الثانيه انه انا اتفاجئت ان شكله في اللبس خرافي، حلو جدا جدا، والاحلى كمان انه فعلا مريح وقطن ناعم على القدم، والشيب بتاعه كمان ثابت بشكل كويس جدا، مش محتاج تدعيم زياده ولا اي حاجه، وطبعا اكيد عملي وممكن يتغسل
بسهولة.